في اختيارات المديرين الفنيين، تتذكر مين من المدربين اللي كانوا موجودين معاك في قطاع الناشئين؟ وكان ليش ودايما كده كان ليه شغل معاك في خط الدفاع وكان بيحبك قوي. كابتن محمود صالح طبعا. طيب قول له الو. الو. ازيك يا كابتن محمود؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن محمود؟ ازيك يا كابتن محمود؟ ازيك اخبارك ايه؟ خليك الله. الحمد لله. الحمد لله يا كابتن. اولا احمد السيد يمكن كنت بتكلم معاه قبل الهوا على قطاع الناشئين وخط الدفاع والمدربين اللي كان ليهم دور معاه، ذكر لي اسم كابتن محمود صالح تحديدا. انا مدير الاداره على فكره، مدير اداره الشريف الموحد. لا لما كان احمد في قطاع الناشئين. في الشاشه. تمام، مدير اداره اكتشاف المواهب. تمام. ايام بقى قطاع الناشئين احمد السيد من اداره مش لجنه كمان، اداره، مدير اداره. تمام. عمر اللي بعطل كلامك استاذ. لا 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 يا كابتن محمود مفيش مشكله. طيب نتذكر بقى ايام قطاع الناشئين لما كان احمد السيد في القطاع واحد المدافعين، وانا حتى قبل الهوا كنت بتكلم معاه عن قطاع الناشئين والمدربين اللي كان لهم دور حتى معاك في الشغل التخصصي في خط الدفاع وحتى اداؤه وكلامه معاك وبعض المباريات، ما ذكرش غير اسم كابتن محمود صالح، قال لي تحديدا الكابتن محمود صالح. لا انا كنت يعني متنبه ان هو هيكمل في الدرجه الاولى الحقيقه، يعني سنوات طويله لعبها احمد الحقيقه، ومن اكثر اللاعبين لعبوا في المكان ده، وكانت يعني سنوات يعني جميله على النادي الاهلي، حصلوا على اكثر بطولات الحقيقه على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، كان جيل كويس جدا جدا الحقيقه، يعني قدم الكثير للنادي الاهلي الحقيقه. احمد طبعا كان مميز الحقيقه، وانا كنت شايف انه هيكمل، وكان بيتفوق على ناس كثيره كانت بترشح للفريق الاول. انا كنت على فكره انا مريت بالظروف دي برضه، يعني يمكن كان في ناس بترشح بعض اللاعبين ان هم يكملوا في الدرجه الاولى، وكان الكابتن احمد ماهر برضه الله يرحمه كان متوقع ان انا اللي هكمل يعني. النبوءه دي كابتن يعني ربنا وفقه فيها كابتن احمد ماهر الله يرحمه، وانا وفقت برضه مع احمد في التنبؤ طلع سليم يعني الحمد لله، ومن الناس الكويسه احمد على حتى على المستوى الشخصي والاخلاقي ممتاز. وهو في قطاع الناشئين معاك كان بيتميز باللعب بأني رجل، الرجل اليمنى ولا الرجل اليسرى؟ الاثنين. الاثنين حقيقي. الاثنين برضه. بيمر بالاثنين. تمام. هو مبسوط واحمد عمال يشرب الشاي. اكرمك كابتن، حضرتك طبعا الناس المحترمه جدا ومن الناس. كان طبعا سنوات طويله ورا، نتمنى نشوف كده ناس زي احمد السيد الحقيقه، وعلى فكره ما خدش حقه الحقيقه على المستوى الدولي، يعني كان المفروض يكون له دور اكبر من كده على المستوى الدولي، انما هو ما خدش حقه للاسف. اكرمك كابتن احمد. كابتن انا طبعا متشكر على الكلام ده يا كابتن، وحضرتك يعني انا استفدت من حضرتك كتير في الحياه الكرويه والشخصيه، طبعا من الناس المحترمه جدا وشخص واضح جدا كابتن محمود يعني، والحمد لله بعد ربنا سبحانه وتعالى كابتن محمود له فضل كبير جدا ان هو وصلت لنا فيه ده. طيب كابتن محمود وانت معايا، اسال احمد سؤال، لو وانتم معاه وهو كان مدير فني او كان مدرب معاكم في فرقه الناشئين، لو خرجتوا بالمباراه تعادل او خساره كان بيعمل معاكم ايه؟ لا كابتن محمود كان بيعنفنا على طول يعني، بس هو كان بيعاملنا كاخوات كلنا. كلنا كابتن محمود بيضحك يعني، حاسس ان هو عارف انا مش هقول كان بيعمل معانا. هو مش هيقول مش هيشرح. لا مش هقول. لا هو كابتن محمود لا بيعاملنا كلنا كاخواته، وكان على طول بيوجه لنا النصايح. هو كابتن محمود عنده ميزه ان هو غيور جدا على النادي الاهلي. لما كنا بنخسر ماتش كان معانا كابتن مختار كان مدير فني، وكابتن محمود كان معاه مدرب، كان كابتن مختار بيبقى هادي، وكابتن محمود هو اللي متعصب جدا وبيزعق لنا، وحتى كابتن مختار كان يقعد يقول لك يا كابتن محمود اهدى شويه. لا هو طبعا كابتن محمود كان غيور، بس هو كان بيعاملنا ان هو كاخواته يعني طول عمره. يا كابتن محمود اتفضل. مفتقدين التعنيف ده دلوقتي؟ لا انا يعني ما بحبش اللعيب اللي هو بيبقى يعني مش متحمل مسؤوليه وعايز مصلحته وعنده امل وعنده طموح يلعب في الفريق الاول بعد كده منتخب يعني في لعيبه كتير قوي احسن مننا وما لعبتش واحنا وصلنا ولعبنا. تمام. فانا دايما يعني مهم جدا اللعيب يكون عنده طموح وامل، والامل ده مش هيجي بسهوله يعني، لازم تكافح ولازم تجتهد ولازم. وفرقت جدا يا كابتن، دايما اللي هو بيجتهد هو اللي بيكون له نصيب في اللعب الحقيقه وبيكمل فيه. وفرقت جدا يا كابتن في شخصيتي اما او شخصيتنا اللي اتمرنوا مع حضرتك، فرقت جدا ان احنا لما صعدنا فريق اول وانا كنت كابتن فرقه، فرقت جدا في شخصيتي ان انا حاسس ان انا قائد، حاسس ان انا بتحمل مسؤوليه وعالم الصغيرين اللي طلعوا بعديه سواء حسام عاشور او عماد متعب، ان احنا نبقى نتحمل مسؤوليه، وفنيه الاهلي فانيلا غاليه علينا الحمد لله يعني اللي احنا وصلنا اللي احنا فيه الحمد لله. برضه يا كابتن محمد احنا اتعلمنا من الاجيال اللي قبلينا، انا كنت محظوظ لما طلعت درجه اولى، كان في المرحوم الكابتن ثابت والكابتن اكرامي والكابتن مار همام والكابتن مصطفى يونس اكيد كابتن
مختار والكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده، مش عايز انسى حد الحقيقه، وكابتن شطه، كل الناس الحقيقه ما فيش شك اتعلمنا منهم يعني، وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون يعني كنا استمرار ليهم يعني ان شاء الله. وانت معايا كابتن محمود، اسالك كده سؤال اخير بقى متعلق بمباراه الاهلي وفيتا وفرصه، وانت معايا يعني احساسك توقعاتك رؤيتك للمباراه الافريقيه القادمه ان شاء الله يوم السبت الساعه 6 بتوقيت القاهره، شايف المباراه ازاي؟ في شويه اخر مباراه لينا الحقيقه، ممكن بتروجيت اداء كان كويس بشكل في تركيز كويس، ويعني النادي البطولات والنادي الاهلي محتاج شخصيه لعيبه يبقى ليها سمات كده ومميزات معينه في شخصياته، هم اظهروها في المباراه اللي فاتت، اتمنى انها تستمر، والبطولات مش هتيجي بكده، مش هتيجي بمستوى فني بس، لازم يكون عندك شخصيه وعندك ثقه في نفسك وعندك اراده انك تحقق البطولات ديت. فانا شايف يعني الحمد لله بدانا، يمكن كانت غايبه شويه الفتره اللي فاتت تظهر بنسبه قليله، انما ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. باذن الله. كابتن محمود صالح مدير اداره اكتشاف المواهب، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب في خطواتك القادمه مع النادي الاهلي. شكرا جزيلا.